هذا نهار اليوم على واحد العامل ديال النظافه توفى مسكين من اللي هو من هذا المنبر كنوجه التعازي ديالي لهاد العائله الله يرحمه برحمه الله. واحد المره جبت دراري صغار عندهم 4 سنين 3 سنين عامين باقي قدام يلاه كيتمشى كنت كنبوق في الديور وكنقول لهم عندكم راه هاد الصوره يطيح على ولادكم منو ما الدار اللي قدامي كنقول لهم عندكم دائما والوالده ديالي شخصيا ما حدث لك الطرابين هنا كنقول لها واي دوز من داك الصور راه عنده الطحشه كثر مني هكا بلي ما راه كنبقى نضحكوا انا وياه ديما كنوصيها. ودابا الناس هادو بصراحه دابا اللي جايين عاد كيطيحوا هاد كيقريبوا الصور هذا كانوا بامكانهم يتفاداو هذا الشيء كنوصيها يوميا كنقول لها عم داك هاد الصور هذا فهمتي والدليل انت كتشوف السيد كان يدوز رمضان مع وليداته وكيدوزوا في الاخيره لا حول ولا قوه الا بالله. خاص مساءله قانونيه في هذا الموضوع هذا تسول كل شيء صراحه اللي انسان اللي مسؤول على هذا الحادث هذا خصو يتسول. انا كنسقني وحنا مثلا الناس اليوم بصار انا كنسولو اعلى مستوى علاش ما يديروش شي مراقبه وكاين مازال بحال هادو مصيبا وهم الا عملت شي واحد الجوله وتشوف شنو كاين هنايا في القطاري كلشي خصو يدير فهمتي الاغلبيه 90% ديال الضيوف خصهم يديروا.